أهلا بكم. أطلقت الحكومة رصاصة إلى جسد الزراعة في العراق عبر تضمين قانون الموازنة فقرة تسمح بإقامة المشاريع الخدمية والصناعية على الأراضي الزراعية غير المشمولة بالحصة المائية. ونصت المادة 57 من قانون الموازنة على السماح بإقامة مشاريع صناعية وزراعية وغذائية وخدمية على الأراضي الزراعية كافة التي ليس لها حصة مائية أو غير صالحة للزراعة. يقول معنيون أن السماح بإقامة مشاريع صناعية وخدمية على الأراضي الزراعية التي ليس لها حصة مائية ما زال محل خلاف، فهناك آراء مختلفة بشأن المادة بين النواب وخصوصا بين أعضاء البرلمان، كما إن هناك توجها من أجل إجراء تعديل على هذه المادة من قبل أعضاء اللجنة حتى لا تشمل كل الأراضي الزراعية التي لا تمتلك حصة مائية. الغريب أن اللجنة المياه والزراعة في البرلمان تدعم تزويد الأراضي الزراعية بالمياه، لكنها تؤيد ما ذكرته المادة 57، وهذا قتل للزراعة في العراق. وخلال السنوات الأخيرة برزت أزمة الجفاف بشكل جلي في العراق، فبعد أن تم تقليص المساحات الزراعية إلى 50% في العام الماضي تفاقمت الأزمة مؤخرا عبر فقدان أغلب المحافظات مساحاتها الزراعية.